لواء فايز، أهلا وسهلا بك معنا في البرنامج. ما رأيك من الناحية الأمنية والعسكرية بهذا التقييم الأمريكي بأن أفغانستان لا تشكل خطرا إرهابيا والدول العربية الثلاث في المقدمة؟ يعني بسبب البنية السياسية في هذه الدول. الآن التصنيف في الإرهاب يأتي بناء على مجموعة من القوانين، منها ما يتعلق بقانون الهجرة والجنسية، منها ما يتعلق بقانون إدارة الصادرات، ومنها ما يتعلق بقانون ما يسمى قانون مراجعة الأسلحة. لكن الفرق بين أفغانستان وبين العراق وسوريا واليمن أن في أفغانستان طالبان هي التي في الحكم، وطالبان أجرت مفاوضات مع أمريكا، مفاوضات الدوحة، وكانت مفاوضات طويلة ومفاوضات شاقة، ولم حتى تدخل بها الحكومة حكومة أشرف غني إلا في المراحل الأخيرة، وليست اجتماعا حتى التقاء مواجها. وبالتالي كان هناك التزام من طالبان، من برادلي، بأن آيات الله براد أو براذر نعم، أن طالبان ملتزمة بمحاربة الإرهاب، ملتزمة بعدم السماح باستخدام الأرض الأفغانية كنقطة انطلاق لأي تنظيمات إرهابية، سواء دول الجوار أو الدول البعيدة. إذن التقييم الاستخباري مستندا إلى موقف طالبان المناهض للإرهاب والملتزم كليا بمحاربة الإرهاب، وبالتالي هي تتوقع أن طالبان مجبرة على الالتزام حتى تحصل على التأييد الدولي والاعتراف الدولي. فيما بالمقابل الأوضاع في اليمن والعراق وسوريا وحتى الصومال مختلفة. ما هو وجه الاختلاف؟ سوريا وضعت عام 1979 كدولة إرهابية حسب التصنيف الأمريكي ولم ترفع، وبالتالي تعتبرها أنها على علاقة مع حزب الله، حزب الله مصنف إرهابيا، إنها على علاقة مع النجباء ومصنفة إرهابيا، إنها على علاقة مع عصائب أهل الحق وهي مصنفة إرهابيا. إذن هنا تعتبر النظام ليس نظاما يحارب الإرهاب، بل نظاما يتماهى مع التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تنظيمات أخرى تعتبر أن النظام ينسق معها. على سبيل المثال، هناك اتهام للنظام أنه كان ينسق مع داعش وكانت تزوده بالوقود. هناك اتهام للنظام بأنه ينسق مع هيئة تحرير الشام، وأن الجولاني يلتقي مع ضباط في المخابرات السورية. إذن هنا الفرق بين أفغانستان وسوريا أن طالبان صنفت محاربة للإرهاب، فيما النظام السوري طيب صنف ماذا عن العراق؟ يتعامل مع تنظيمات لواء فايز، ماذا عن العراق والجهود الذي بذلتها الولايات المتحدة هناك؟ نعم تفضل. يا سيدي، العراق حصلت تداعيات خارج إرادة أمريكا. عندما خرجت أمريكا في زمن الرئيس أوباما، ماذا حدث في 2014؟ ظهر داعش، اجتاحت الموصل، هددت أربيل، وصلت أطراف بغداد، تم دعوة أمريكا، عادت أمريكا مع التحالف، بدأوا بمحاربة داعش، صدرت الفتوى الشهيرة، فتوى الجهاد الكفائي بإنشاء الجهاد الكفائي، بالتالي إنشاء الحشد الشعبي. الحشد الشعبي عشرات الفصائل، قسم كبير من هذه الفصائل في البداية كان يتعاون مع كان الطيران الأمريكي يغطي عملياته ضد داعش، لكن بعد انحسار داعش هذه التنظيمات بدأت تتحدث عن محاربة أمريكا، بدأت تطالب أمريكا بالانسحاب، مثل عصائب أهل الحق والنجباء وحزب الله العراقي. وبالتالي تم قتل قائد حزب الله العراقي مع قاسم سليماني في مطار بغداد. هذه التنظيمات لا تتوقف عن
الحديث عن يعني قبل يومين كان هناك هجوم على منطقة كردستان العراق. فبالتالي هنا تعتبر أن الحشد الشعبي والذي صنف على أنه جزء من المنظومة العسكرية والأمنية هي تنظيمات مناهضة وتنظيمات مصنفة إرهابيا. نذهب إلى اليمن، اليمن نفس الشيء، عندك الآن الحوثيين رغم رفعهم من قائمة الإرهاب إلا أن لا يزال يعتبر خطرا لأن الشعارات المرفوعة في الشوارع وهي شعارات إيران الموت لأمريكا، وبالتالي تعتبر أن الحوثي وخاصة أنه متماهي جدا مع المشروع الإيراني التعليمات الإيرانية. نذهب إلى الصومال، عندك في الصومال حركة الشباب الصومالية مصنفة إرهابية وهي موجودة والحكومة لا تزال ضعيفة ولا تسيطر على الوضع، لهذا السبب اعتبرت هذه الدول على أنها دولا تشكل جميل. واضح جدا. فيما أفغانستان استبعادها كان بسبب التزام طالبان بمحاربة الإرهاب على الأقل وفق التعهدات، واضحة لواء فايز.